البوليس يجوني. احنا اسكنا البوليس قاعد تجوني البوليس. الناس قاموا يدوني التليفون. السلام عليكم محبي ومتابعي جريدة نشا الآن. مرحبا بالضبط من مدينة مراكش. كتشاهدوا معنا تتواجدوا بالضبط في شارع شارع الكريم الخطابي، يعني بعد تداول مقطع لرجلي أمن قاموا بتوقيف أحد الأشخاص، يعني حفاظا على سلامته وحفاظا على سلامة المواطنين هنا في الشارع العام. كتشاهدوا الحمد لله كي جينا هنا لقينا على انه كاين الامن الحمد لله، يعني حتى شي حاجه ما كاينه الحمد لله، كيقوموا بالواجب. هذاك المقطع اللي كنت تشاهدوا معايا اللي تلقيناه على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني راه جميع المراكشيين وربما جميع المغاربه شافوا هذاك المقطع. واش بنقول لكم؟ الحمد لله بلادنا راه فيها الامن فيها الامان ولله الحمد. يعني كنت تشاهدوا معايا شخص يعني في حاله سكر، يعني ممكن يكون هو فقيد الوعي وما عرفش اش كيدير في هذيك اللحظه، والحمد لله تدخلوا رجال الامن تدخل بطولي وقاموا توقف هذاك الشخص. واخا كانت واحد المقاومه يعني عنيفه جدا، ولكن خصهم يديروا خدمتهم. هو ما يمكنش نحكموا على داك الشيء من خلال داك المقطع الفيديو، ولكن الا تلاحظوا على انه هذاك السيد وسط الشارع العام، يعني كاين الناس تيجيو في السيارات ديالهم، ممكن يتعرض هو للخطر، ممكن لا قدر الله يتعرض لشي مسكين، يعني تقدر الحياه ديالو تمشي ويقدر يتهرس ويقدر هو يعرض يعني مواطنين اخرين يعني في المشكل لا قدر الله. وكي تشاهدوا معايا كيشاهدنا في مقطع الفيديو، وانه رجال الامن قاموا بالدور ديالهم. واخا كي قلت لكم كانت واحد المقاومه عنيفه، ولكن راه يعني راه الانسان تيكون سكران تيكون فاقد الوعي تيكون بدون شعور ما يعرفش كيدير. والحمد لله بلادنا بلاد الامان، ومن هذا المنبر تنشكروا رجال الامن، تنشكروا يعني الدرك الملكي، وتنشكروا يعني اعوان السلطه والسلطه المحليه. يعني الحمد لله بلادنا راه بلاد الامن والامان. على انني ابن مدينه مراكش، يعني مدينه مراكش راه مدينه سياحيه تفاهموا، ومدينه يعني كيجيو ليها يعني كيجيو ليها السياح من اقطار العالم، يعني من انحاء العالم تيجيو ليها السياح، ويعني وتعتبر السياحه يعني هو مصدر الدخل الرقم واحد بالنسبه للمراكشيين. بالنسبه لان قلت ان الامن، انا يلا ما بقى واحد ربع ساعه دابا باش كنت جايه. جا واحد الولد عنق بنتي، عنقها بحال هكا عنقها، انا تخلعت حيت له يديه ماشي غير كيتقول لك عنقها. الناس حيت بحال هكا تحرش تما تحرش، تصور انه شنو نقول لك شنو دار؟ حسبت السروال وغي هنايا في البلازا، قسما بالله ما نكذب عليك، غي هنا في البلازا، غي هنا قسما بالله ما نكذب عليك. انتم ما عيطوا رجال الامن ما كانوش قرابين حدانا، كانوا شويه حدانا. انتم خفتوا على السلامه ديالكم؟ شويه كنشوفوا المغاربه ساكتين، يلا واحد السيد اجنبي هو اللي هضر. هضر معنا قال لها واش انتي واش انتم بخير واش هذيك، قلنا ليه صافا حنا تما وغادي. وهاد الدراريات غاديين غير نشوفوا داك الشيء، بغاهم يتمشوا معنا غير باش ساكن. يعني فاش يقوموا رجال الامن بالتدخل ديالهم، بالعكس حتى هاد المقاطع ديال الفيديو ولاو تيبينوا على انه رجال الامن تيقوموا بتعنيف يعني المواطن، هما تيقوموا بالدور ديالهم. انت دابا انت مشات لك كاسكيطه، انت هذيك مول الموطو، هاد السيده بنتها تعرضت للتحرش، عنقها، تعرضت للتحرش، عنقها ما شاء الله. مخر دار واحد الموفمون اللي ما نعاودلكش، راه انا نحشم نقول لك يعني ذاك العام ذاك العام بداو ولدي التليفون ديالو في البلاصه، جيت البادية جيت البادية حداو ولدي التليفون هكا خدام لي ريستورون في النهار في كل شيء، هما ثلاثه وقفوا عطاهم الايفون، حيت انا كنقول له ولدي وقفوا عليك الشفار حيت هو ما عرفش، عطيهم داك الشيء اللي عنده. ومشينا للبوليس وحيدوهم وداك الشيء، ولكن ما داروا معنا والو صراحه. ودابا الاشكال اللي كاين اختي هو انه رجال الامن فاش يقوموا بشي دور ديالهم كي قلت لكم يعني الصور. لا الله يعمر هضره، واش نقول لك انا ملي انا اصلا ملي كتجي تطلب من شي واحد من رجال الشرطه مثلا كتقول هكا، بالعكس كيقوموا بالواجب قمه الانسانيه قمه التدخل، قسما بالله كيتعامل معك بحال اختو، ماشي انه رجال الشرطه، انا هما كاين لا عنف لا يديك لا يخليك، هذاك الشيء ما كاينش. الا سولتي على شي حاجه كيسولك، ذاك النهار ياسمولين الطاكسيات ما بغاوش يوقفوا لينا، بعدا كاين حتى ذاك المشكل ديال الطاكسيات ملي كنخرجوا من لاكار ما خصو يهز واحد، لا كنتو جوج ما كاينش، ما
طلب لي ثمن خيالي، قال لي 100 درهم، قال لي 100 درهم، وانا عارفه بان ماشي 100 درهم. ما بقاوش يوقفوا لي، جا البوليسي مسكين وقف لي البوليسي بزز منه، قال له غتمسك هذه السيده وهزني. ومن ربي بارك نشكر الجل، كنشكروا هذوك المواطنين اللي غادي يمشيو معاك دابا. لاحظوا على انه واحد عايشين برا، هادو زعما قال لي اصلا عايشين برا، طلعوا على انه واحد الشباب مساكن يعني قاموا ب شكرا يعني بمرافقه هذا السيده. اول رساله كنتمنوا يعني كنتمنوا من رجال الامن يزيدوا يديروا يعني ذوريات مكثفه، اذا لاحظوا على انه هذه السيده هي والابنه ديالها من كندا تعرضوا للتحرش يعني في جهه البلازا. يعني راه شفنا جوج شبان قاموا بمرافقتهم حتى المقر السكنه ديالهم، كنتمنوا لهم يعني ان شاء الله في مراحل الامن غادي يقوموا الدور ديالهم على الامن. وراه مراكش راه مدينه امنه يعني الحمد لله، هادشي راه معروف عليها منذ قديم الزمان ماشي الله دابا. وهادشي هذا ما بغيناش يتكرر بحال هاد المشاكل وهاد المشاهد، راه تضر السمعه ديال مدينتنا. غينا على هاد المشاكل وغينا على هادشي